اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن خليل، عايز اسالك سؤال مهم جدا وناس كتيره بتسالني هذا الامر. ايه الفرق بين التعليق العربي والتعليق الاجنبي؟ التعليق الاجنبي لما بنيجي نسمعه جمله في جمله، يعني ما فيش كلام كتير زي عندنا في ايه الفرق؟ احنا بنحب الرغي يعني. لا، هو في 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 مدرسه لاتينيه في التعليق وفي مدرسه الانجليزيه. اوكي. احنا كمعظم المعلقين العرب يمكن نتبع شويه المدرسه اللاتينيه، وفي معلقين وفي مشاهدين عرب كثر يحبون المدرسه الانجليزيه الهاديه في التعليق، اللي هو تتكلم باقل جمل ممكنه، بعض المعلومات طوال المباراه، وتترك للمشاهد فرصه مشاهده المباراه كذا، يعني هو يحبها كذا. لكن اليوم الواقع بالنسبه لمعظم المشاهدين مختلف تماما، مختلف تماما، خصوصا احنا في بطولاتنا العربيه. يعني انت عاوز شويه تحمس الجمهور، لما المعلق الانجليزي يسكت عنده كوره يشوف الناس، يعني عنده دوري، عنده دوري يتلعب. احنا لا، احنا تعودنا على كثر الكلام على اساس انه شوي نقتل جانب الملل اللي ممكن يكون موجود في المباراه طوال 90 دقيقه. اوكي. وبالتالي تحصلا نتكلم طوال 90 دقيقه ونتفاعل وبحماس على اساس انه يعني نوصل في النهايه بصوره او باخرى تطلع المباراه بشكل حلو. واليوم معظم المتابعين صاروا يتجهون الى هذا الجانب، يعني يحب المعلق الحماسي، وهذا احنا نلمسه، يعني واقع موجود من خلال مشاهدتنا لردود الافعال للجماهير مع المعلقين اللي هم يتفاعلوا بشكل كبير جدا مع المباريات، ومع سواء المعلق الانجليزي او اليوم الحمد لله حتى يعني وصلنا خلال السنتين ثلاثة اللي فاتت الإنجليز أدركوا أن التعليق العربي أجمل من التعليق الإنجليزي. لا بكتير يعني. يعني أنا ساعات بسمع التعليق، مش أنا كتير زي ما حضرتك بتقول، ولكن هناك فارق كبير جدا. ده هو حتى بيعلق لما يجي يقولك إيه، كرة باس من إسلام لخليل ويسكت. وخليل ماسك الكرة، وخليل ادى الاسلام، واسلام ادى لمحمد، ومحمد ادى. طب ما هو ده فجاه كده يطلع اوه وندرفول جول ويسكت. طيب هدف يا اخي، فانتاستيك جول وخلاص فجاه كده. فلا طبعا الفارق كبير جدا، ومدرسه التعليق العربي اعتقد انها متفوقه اليوم بشكل كبير. يعني بشكل كبير على الأقل. انا اقول لك اليوم حقيقه، حتى خلال السنوات اللي طافت الجماهير حتى على مستوى اوروبا صارت يعني صار عندها يقين ان التعليق العربي اجمل حتى من التعليق بتلاقي الانجليزي. بتلاقي حد من اوروبا بيقول طبعا كده. طبعا أوكي. انا في اكثر من ماتش كانت في ردود افعال مش ممكن، على في ماتش في 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 الدوري التركي مره لبيشكتاش، يعني ردود افعال الجماهير التركيه كانت شيء بالعربي. طبعا اوكي. مش في ماتش لمانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي، جماهير مانشستر يونايتد دخلت في صفحتي وتكتب وتتكلم على انستغرام ومستغربين جدا من جماليه التعليق العربي. اخر بطوله اللي هي في امم اوروبا، مباراه ايطاليا انا واسبانيا، يعني كل وسائل التواصل، كل وسائل الاعلام في ايطاليا كانت تتحدث عن جمله الهدف جورجينيو اللي تسجل، او ركله الترجيح اللي حسمت الماتش واللي طلعت فيها انا بيلا تشاو بيلا تشاو لجورجينيو. جميله صح. فكلهم كانوا يتناقلون التعليق العربي، كانوا معجبين جدا بالاسلوب العربي في التعليق.